السلام عليكم. بعض الأدوات المنزلية المنوعة، نبدأها بهذا القالب الخاص بالآيس كريم على شكلين مثل ما واضح بالصورة، وهاي المكشارة مال البوتيتا واللي تحول البوتيتا إلى شرائح أيضا. بعض أدوات الزينة للمطبخ مثل ما تشوفون، بها حجمين تقريبا، منسقة تنسيق عالي، ألوانها وأشكالها أيضا حلوة. خفاقة كهربائية لخفق القهوة أو النسكافيه أو كابتشينو، تعمل على الكهرباء. هاي قوالب للبسكت أو المعجنات البسيطة، لاحظوا الأشكال عبارة عن أرقام باللغة الإنجليزية. هذا جهاز يستخدم لوضع الكريم على الكيك، هي التزيين بقوالب هواي، وشغله لطيف ونازك.